تالت منك. ايه كنت ايسا؟ انا الراجل اللي رباك يا نهل، ربيتك من وانت عيلة صغيرة وعلمتك حاجات كتير. ابيض على ابيض، لازم اعمل سنة سينمائية. من الواضح كده ان سنة 2024 هتكون وش السعد على الفنان عمرو سعد، مظبوط، واللي اطلق عليها لقب السنة السينمائية، وده بسبب حالة الانتعاش الفني اللي بيعيشها واللي كشف لنا عن تفاصيلها خلال لقائنا معاه في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي. فيلم الغربان هياخد 12 اسبوع تصوير، ناقص له يعني ابشرك ناقص له اسبوعين. فيلم فيه صعوبات كبيرة جدا لانه فيلم كبير ومتصور في كذا بلد في العالم وفي الاربعينات، فان شاء الله هيبقى باذن الله اكبر فيلم في تاريخ السينما العربيه من حيث ضخامه الانتاج. انا مش عايز اقول الرقم كام، بس من حيث ضخامه الفيلم ضخم جدا جدا، ويبقى مشرف وفتحه جديده للنوع ده من الافلام. ياسين حسن مخرج كبير، انا شفت دقيقه شغل، خدت الريسك وقلت هشتغل معاه، براهن كويس ان شاء الله. يعني هنعمل حاجه كبيره جدا، وانا فخور بالرهان ده. اول مشهد تم تصويره رمضان السنه ده. انا مش هعمل عشان الافلام، لان عندي فيلم كمان مع المخرج الكبير محمد سامي بيجهز له في الكتابه، فانا قلت بقى لازم اعمل سنه سينمائيه. 3 سنين من غير سينما بالنسبه لي كتير، خاصه انا ممثل بدات في السينما. اسلام في وسط السنه وشيع، اسلام فيه الاسلام نقطه. انا اتمنى اشتغل مع محمد سامي، هو صديقي ومن زمان، وانا اعرف دماغه كويس جدا، واحنا الاثنين عندنا رغبه مشتركه ان احنا نشتغل مع بعض. أنا زي مخرج تقيل وعايز تحضير، وأنا بحب أحضر، وطالما هنشتغل أنا والمخرج ده إن شاء الله هنعمل قنبلة كبيرة جدا. عايز أقول لك إن محمد سامي عايز يعمل فيلم بسيط رومانتيك كوميدي وفيه شوية أكشن لايت زي الأفلام بتاعت الستينات اللي تعيش، بس بكواليتي عالي جدا، ودي فكرة كويسة. فيلم بسيط يعني معتمد على بطل وبطلة وقصة حب. صحيح إن عمرو حكى لنا تقريبا عن كل تحضيراته الفترة اللي جاية، بس كان عنده خبر حصري حب يخص برنامج عرب وود بيه. امتى بقى هنشوف احمد سعد في السينما معاك او في دراما؟ احنا بنعمل ده، بنفكر في ده فعلا والله العظيم. وانا عايز اقول لك مفاجاه، ان احنا بصدد ان احنا نعمل مشروع سينمائي مع بعض انا واحمد باذن الله. كاشقاء ولا لا بقى؟ ما مش عارف، هي ناقصه اشقاء. ما كفايه شقاقه بقى، كفايه بقى ننشق. احمد جميل، وانا مبسوط جدا، ومن اكتر الناس على الارض سعاده بحجم النجاح الكبير جدا، وانا فخور باحمد قوي قوي قوي. انا النهارده في كل حته في الوطن العربي تمشي تسمع احمد سعد، من اول ما تمشي في منطقه بسيطه لاحسن افراح كلها، شيء جميل ومشرف. وبتمنى انه انا عشان انا بسمع قبل، لا انا بقول لك في عنده 3 اغاني هتسمع بيهم، 2 منهم هيكسروا الوطن العربي، هينجحوا نجاح كبير جدا. اخويا وحبيبي في الاوجاع طبيبي، حلوه حياتي بيه.